عكيف، ما تتعامل معي بهالطريقة. لو كنت مكاني كنت عملت نفس الشيء. الختيار الكبير معه حق، نحن ما منعرف بعض منيح، بس وقفي رح أعرفك على حالي. أنا كنت بكسر إيدي وما بقوس على عبد الحي. عاكف، خلص عرفتك، ما في داعي. شو ريحتوا حالكم شوي؟ صرتوا جاهزين تروحوا على المهمة الجديدة؟ بتكفيكم أينورة، ما في داعي لإلي. أينورة راح تروحي على جورجيا، نحن بالحالة الطبيعية راح نحتاج لشخصين يتخفوا، رجال ومرته، مشان عملية إنقاذ. بس هلأ راح تنجبري تبيني إنك لحالك وما في حدا غيرك بهي المهمة. أرتيكان وشامل عايشين؟ حالياً، بس إذا ما تحركتوا فوراً فما رح يكون عندهم أي فرصة ليعيشوا. إذا هيك أنا كمان بروح مع أينورة ليقدروا يعيشوا. الجنرال حاطط عناصرنا بمكان عند رفيقه المقرب منه كتير وراعي مصالحه، وهو أشهر واحد بربي خيول. رح يبلعوا الطعم. شو هالصدفة إنه نروح هلأ لعند مربي الخيول صديقه؟ مشان نوصل للجنرال، هذا أحسن شيء نقدر نعمله، وراح خلي الباقي عليكم. خلينا نشوف شو راح تقدروا تعملوا أنتوا اثنين. شاكر، انت دخلت الدولة العميقة وقدروا يغيروا لك عقلك ويزبطوا لك راسك، ما في داعي لهالبودرة الوسخة. لا تحكي حكي فاضي. خود هدول كبهم وحضر لي شنتاي صغيرة حط لي فيها تيابي. خير إن شاء الله شاكر، خلصت مهمتك بالبلد ورايح على مهمة برا؟ ايه في شي من هاد، وصار لازم ارتاح شوي. معلم، جايين جماعة المخابرات. فوتهم. سيدي انتو جاهزين؟ سيدي، اجى السيد أشرف. سيد أشرف؟ فوتوا. تفضل. سيد أشرف، ما رديت طلب اني اشوفك لانك من الختيارية، بس اللي عم تعمله هو تعدي على القوانين. ما فيك تجتمع بأعضاء المجلس برات الاجتماعات. بعرف، بس الوضع سيء كثير. الختيار الكبير سكر علينا كل الطرق ودعوس برجليه على قوانين 2000 سنة، وإذا ما عملنا شيء فهاد خطر على الدولة وعلى الأمة. سيد أشرف، إذا كان في مشكلة فالنقاش تبعنا مكانه معروف. بترجاك ما تطول بالموضوع أكتر وما تنتظر مني إنه انتهك القوانين تبع المجلس. الختيار الكبير خطف عضو من الختيارية واستجوبه، إذا بدك يعني إني روح بروح. سيد أشرف، هي تهمة كبيرة، فيكن تثبتوا هالحكي؟ ما في داعي للإثبات، إذا سألت الختيار الكبير ما رح ينكر هذا الشيء. ما حدا بيقدر يطول إيده على حصانة الختيارية بالمجلس
حتى لو يلي عمل هذا الشيء الختيار الكبير بذاته. بس رح كرر لك مرة تانية، النقاش بالمجلس. لهذا السبب أنا أجيت. وكيل المجلس رح يجمع المجلس، واللي بدنا يا منك تكون معنا بهذا الموضوع. أشرف، مهما كان هذا الموضوع جدي ومهم، نحن ما بيصير وقبل الاجتماع نعمل تحضيرات. مكان هذا الموضوع هو المجلس وبس، وهنيك رح نقوم بشغلنا ونتحمل مسؤولياتنا. رحت لعند دكتور عيون؟ تحسنت سيدي. قديش هدول؟ هات لنشوف. سيدي، انكشف الشخص المقنع، أخذوه المخابرات، أخذوه على مركز الاستجواب المركزي، وما عم يخلوا حدا يتواصل معه. خلصني بقى، مين هو؟ نهاد شاكر سيدي. نهاد؟ حلو كتير. شاكر بالزمانات استغلوه كتير، هلأ بالمخابرات رح يعرفوا كيف يدرسوه منيح. نافذ، منروح ومننزعلهم الدروس. ألو. نعم سيد أشرف، أنا فاروق. سيد فاروق، أنت منيح؟ لازم تجمعني مع الوكيل فورا. سيد فاروق، أنا متضايق من اللي صار. بس ما بيكفي إنك تكون متضايق، لازم الختيار الكبير يدفع ثمن هذا الشيء. دوغان، الشاي تازة؟ ما عنا شاي بايت. السيد سينجر بيحب الشاي شي؟ أنت المرافق تبعه ما بتعرف هالشي؟ عم حاول هلأ أني أعرف. اسأل السيد سينجر وفهم منه إذا بدك. أنت دخلت السيد متى؟ إيه أنا. ومين كان معه؟ ما كان معه حدا. ما بيطلع وبيفوت حدا على هذا البيت من دون ما تجي وتخبرني. أهلا وسهلا سيدي، سيادته ناطرك بمكتبه. شو صاير؟ شو بتدور أخلاق مديرك؟ يمكن صاير معه روماتيزم. ليش ما طلع استقبلني على الباب؟ ما تواخذنا سيدي، بس عنا عجقة شغل. ايه مو مشكلة، على كل ما اجيت لشوف مديرك، اجيت لحقق مع نهاد شاكر. تفضل سيدي. وين حاطين العصفور المقنع؟ سيدي، أول شي رح تقابل المدير. هلأ على آخر عمري يا ابني، بدي أخذ إذن من مديرك لاستجواب هالوغد؟ سيدي، في معلومات مهمة كتير قبل ما تبلش التحقيق، لازم المدير يعطيك إياها. وليش ما عرفت تحكي هالحكي من الأول يا ابني؟ نافذ، أنت والشباب روحوا شوفوا لنا العصفور المقنع. أنا رح روح لعند المدير والحقكم. تفضل معي من هون. ابني انتظرني دقيقتين عندك، رح روح وارجع دغري. جيب السيارة لورا المبنى. ايه لورا بسرعة.
سيد متى انت منيح؟ بس تصير بعمري راح تعاني، لازم تخفف دخان وقت تكون صغير. سيدي المخابرات عملوا لي فخ وحاولوا انهم يمسكوني. متى اهدى، وصلني خبر باللي صار، كل شيء رح يخلص بكره، المهم ما تسمح لهم يوصلوا لك قبل بكره. سيدي انت بخير؟ سيدي انا خايف هالاندال يعملوا شيء عمليه ضدك. انا ما حدا بيقدر يعمل لي شيء، ريح لي حالك، الامور كلها ماشيه مثل ما انا بدي. هلا روح على البيت وما تحكي مع حدا، وبس يطلع الصبح بكرة الدولة رح تصير إلنا، ما انت فهمان علي؟ كشفوا عن عيوني يا كلاب، قيموا الغطا، قيموا الغطا عن وشي، اتركوني يا كلاب. السيد متى تركك لحالك وهرب، ما هيك؟ هذا هو رفيقك الجديد؟ خليه يبين وشه هالقبضاي، شبه خايف مثل النسوان. ما بنصحك بهالشي نافذ، يلي بيشوف وشه بيموت. أركان أخي أنت عم تغلط، شبك نحن حاربنا مع بعض، مشان هيك غرستوا السكين بظهري؟ ومين يلي طعن بالظهر؟ قالولنا عنك إنك عميل، وعم تقول انه نحن يلي طعناك؟ لا تماطل بالحكي نافذ، لو قدرت كنت حتخلي متى يقتلني. انا ما جبتك لهون مشان اتذكر ايامنا القديمه. اللي سميح وينه؟ بعد كل هالسنين انت ما عرفتني منيح، شفتني شي مره حكيت؟ كل شي فيه له اول مره، ما تخليني عزبك كرمال الايام القديمه يلي بيناتنا. هذا الزلمه ما بيستاهل تغطي عنه. الشغله ما لها علاقه بهذا الزلمه، المسألة مسألة شرف. أنت لو كنت محلي كنت حكيت؟ نافذ هاد رح يكسر لك عظامك كلياتهم، وبالأخير رح تحكي كل شي عندك، لا تنتظر لتصير معاق. سيدي ضيوفك وصلوا لعنا. الحمد لله على سلامتك سيد فاروق.
سيد سنجر أنت الوكيل؟ فرحت كتير إنك الوكيل وارتاح قلبي لهذا الشيء. قدامنا مرحلة صعبة كتير، لو كنت مكانك ما فرحت لهالدرجة هي. السيد عادل يا أصدقائي فقد توازنه وحكمته وما عم يفكر بطريقة صحيحة. هاد بعد ما خطفوا مراد راح كل الهدوء تبعه. القصة مو قصة خطفك يا فاروق. وقت كنت بالأسر عملوا عمايل خلوا دول العالم كلها ضدنا، يا دوب قدرنا نغطي على الفضايح. الهجوم على القنصلية الإيرانية وحفل الاستقبال بيصير بس بالدول الإرهابية. وأنا كمان ماني مصدق أنه السيد عادل وصل لهي المرحلة، بس الكلام بالماضي ما عاد له أي أهمية. نحن لازم نتدخل بسرعة حتى نقدر نحل المشكلة مشان نقدر نضمن تماماً مستقبلنا. بالنسبة لي كوكيل عملت يلي لازم أعمله، دعيت لاجتماع طارق وضميت كل قيادات المخابرات لتحت أمرتي وشرحت لأعضاء مجلس الختيارية كل شيء بالتفصيل. أنا حكيت مع أعضاء المجلس واحد واحد، ما حدا منهم حب أنه يعطيني جواب. ما في ضمانات أنه رح ناخد الجواب يلي بدنا ياه بنوب. ما حدا من أعضاء المجلس رح يوافق على خطف حدا من الختيارية، ونحن رح نحاول نعمل كل جهدنا ليطلع من المجلس قرار صحيح يلي رح يدفع فيه عادل ثمن عملته يلي عمله. السيد فاروق والسيد أشرف باجتماع عند السيد سنجر بالبيت. حركان، أقسم بشرفي ما بعرف وينه، بكفي حاجتي. كيف يعني ما بتعرف؟ أنت اتهمت مقرنة وأخذت سميح. ما بعرف لوين أخده، نزلني من السيارة وأخده. ما بعرف. نافذ، حتى ما عنده إصرار وأنتوا راجعين أكيد خبرك بشي. ما حكى ولا كلمة عن الموضوع وما خبرني لوين بعته. أقسم بشرف هذا اللي صار. سيدي إجانا خبر من ميرساد، سيد أشرف وسيد فاروق مجتمعين ببيت السيد سنجر. رؤوف ما عاد إنا حق إنه نغلط أو نعمل غلط. ليكن هني كمان عم يغلطوا. يلي عم يذكرونا بقوانين الختيارية هن نفسهم يلي عم يكسروا هاي القوانين بإيديهن. سيدي هدول عم بيخططوا ليعملوا انقلاب عليك. إذا عندهم القوة يعملوها يعملوها. في أخبار عن المقنعشي؟ المهم نلاقي الخاين قبل ما يعملوا الانقلاب تبعهم. سيدي لازم نمسك متى أيمار، ترك نافذ بالطريق وكمل وراح لوحده وسلم زلمته سميح. طيب اتصل لي بمتى. سيدي ما انت بيعرف انه رح نتصل فيه، ما عم بيرد علينا. اذا كان ما عم بيرد علينا خليهم يجيبوه وفق التعليمات. شريكك عم بيقل الأدب معنا. سيدي بدكن يا عايش ولا ميت؟ بدنا متى عايش وفورا. أمرك سيدي فورا.
شوفي متى، شو عم تحضر حالك للحرب؟ ليه جايب معك كل هالرجال؟ في شي من هيك امي، لازم نمضي هالليلة بخير وسلامة. بس لسه ما اجى الليل ابني، شو يلي مخوفك بعز النهار ورجعت عالبيت مشان تتخبى؟ سيد متى عم بيحط راسه بالرمل، بس ما في دواء للموت. امي عم بيصير تصفية حسابات كبيرة، وبس لتخلص هاي الحسابات ما لازم امشي بالنص بهاي الفترة. مين اتصل؟ ليش وشك انخطف من الخوف؟ عمران خلي يجيبوا له كاسة مي، ابني رح يوقع من الخوف. امي ما تحكي شي من دون ما تعرفي، انتي بتعرفي شو عم بيصير براسي؟ ايه بعرف، كان في 3-5 شعارات وراحوا. مين اتصل فيك امي؟ جاوبني. ختيارية اللي اتصلوا. وليش ما عم ترد؟ لانك عامل لك شغله مو منيحه ما هي؟ شوف، اذا انت رحت على امريكا مره تانية احسب حسابك ما عاد تشوفني وما عاد حتى تسمع صوتي. امي مالي علاقه بالموضوع، الجماعه في صراع بيناتهم وانا ما بدي فوت بالنص. انت اصبري بس لبكره، وبكره ابنك رح يصير واحد من الختياريه. بنتي قلتلكن ما بدي تفوتوني على العملية، هاي ما قدرتوا تخلصوا مني. معقول هالحكي بابا؟ أنا ما زرتك لأني بعرف، أنا بعرف منيح شو يلي أنت رح تقليها. لشو كنت رح أقول؟ رح تقلي شو ما كان هي أمك، شو رح تقول؟ ورح تقلي أنت ما تعملي مثل ما هي عملت. أنت بتحبي تعرفي شو رح يكون الجواب؟ شو رح يكون السبب يلي خلاها تتركني؟ رح تقول إنها حبت وإنها غرقت بالعشق وما قدرت تحب أبي وبالعكس كرهته. شو رح بيهمني هالشي؟ مين هالأم يلي بتترك بنتها هيك؟ يعني ما كان بيهمك تسمعي جوابها؟ بلا بيهمني، طبعا بيهمني، كان بدي هذا الجواب من سنين، بس هلأ ما بدي إياها تحكي لي هالحكي وتموت مرتاحة. وأنا ما بدي إياك تعيشي باقي عمرك وضميرك عم يعذبك. ماما نازك قالت لي إنه طلع في عندك أخت، إذا هيك بدك كمان أختك تدفع الثمن بدل أمك؟ شو وين دوغان؟ مدريد، دوغان عامل حادث سيارة. كيف؟ طلع من البيت يعني؟ اللي وين عمل هذا الحادث؟ هو ورايح على المحل ضربت السيارة. وحالته منيحة؟ قالوا لي انه وضعه منيح. وينه هلا؟ بأي مشفى؟ أهلا وسهلا. يا وز أوجان، شرفنا فيك سيدي. مرحبا مدام. ونحن بالأكتر. تفضل من هذا الجنب، الشباب رح يحملوا الشناتي عنكم، انتوا تفضلوا معي. أهلين فيكم. شكرا فيكم كتير. ترتاحوا لبين ما نجهز العشاء. تفضلوا تعالوا معي من هون. يلا شرفوا معي أستاذ. هون. امتى رح نشوف الخيول اللي عندك؟ انا بفهم قلة صبر المدام،
أنا عندي أحسن خيول بالمنطقة. حضرت لكم برنامج خصوصي اعتبارا من بكرة، خبركم عنه على العشاء. بنشوفكم. مع السلامة. كاميرا بالغرفة، عم يراقبونا. ناديلي على السيد متى. سيدي السيد متى مريض، للأسف ما عم يستقبل حدا. عزيز شريكي مريض، ليش ما جبت لي سيرة؟ خلينا نفوت نشوف إذا محتاج لأي شيء. سيد متى. نزلوا سلاحكم أنت وياه. على مين عم ترفعوا سلاحكم؟ شريك، اجيت بالوقت الغلط. روح اليوم وأنا بجي لعندك بكرة. متى تعال نحكي كلمتين بلا مشاكل. يا عيبي شو، ليش واقفين على الباب عم تحكوا؟ تعال ابني فوتوا واحكوا جوا على رواق. عفوا أمي، أنا ماني جاي لحتى أزعجكم. راح أحكي مع متى دقيقتين وأمشي. رح تروح من دون ما تشوفني؟ يلا فوتوا لجوا وحاجة تخلوا أعدائكم يضحكوا عليكم ويشمتوا فيكم. يلا يلا ابني. تفضل من هون يا شريك. أهلا وسهلا فيك سيد متى. أنت شو عم تعمل هون ابني؟ ابني عمران صار هلأ ابني الثالث، ورح قول إنه هو أحسن منكم أنتو الجوز، لأنه ما بزعل أمه السمرة. شكرا كثير على هذا الحكي أمي. تعرف ليش أنا أجيت؟ الختيار الكبير بده إياك. أنتو الاثنين صار شعركم أبيض، أنتو رح تضلوا هيك عم تخدموا باقي الناس؟ هلأ إجا وقتكن أنتو الاثنين، حطوا إيديكن مع بعض وديروا مع بعض الدولة كلها. بقي القليل أمي، بكرة رح يصير كل اللي عم تحكي، وإذا شريكي رح يسمع للحكي تبعي هو كمان رح يكون معنا. متى واضح إنك بالفترة الأخيرة عم تشرب كتير، يلي عم تحكي ما رح يصير حتى بالأحلام. شريكي هاي المرة اسمع كلامي، هاي الليلة كون ضيفي، رح تشوف بعيونك انه كل شي رح يتغير بكرة. هاج علاك وحكي فاضي، الختيار الكبير طلبك تكون عنده وانا رح اخذك لعنده. خالد امي شو قصتك؟ ابنك طائع عقله وما عم يعرف شو عم يحكي، واذا ضل هيك رح يخسر حياته. متى أنا بعرف إمتى ابني بيكون عم يتخيل وإمتى بيكون عم يحكي الحقيقة،
وانت كمان يا ابني، مشان مستقبلكن انتو الاثنين رح تضل هون عنا للصبح. عزيز، قول لرجالك ينزلوا سلاحهم ويمشوا من هون، خليه يجوا بكرة الصبح وياخدوا معلمهم. متى، هاي فرصتك الأخيرة، انت بكرة رح تاكلها، رح يقوصوا براسك وراس أمك. شريك، انت عمل مثل ما عم قلك، لا تقدر تشوف بكرة وبكرة ما رح تصدق الشي اللي رح تشوفه صدقني، وعلى قليلة رح تقدر تشوفه لبكرة. عزيز، ساوي اللي حكاه. قدرت تجيب متى يا رؤوف؟ لا سيدي. يعني ما عاد عندك القوة لا تقدر تجيبه يا رؤوف؟ سيدي، معظم الفرق تبعنا تحت أمر السيد أشرف، وهو عم يمنعنا نعمل شيء. عاطي خبر للفدائي يجيب لي متى لهون، أهم من أي شيء تاني، عم تفهم؟ خير البنت يلي بالجنينة؟ خير، شوفي لو سمحتي فيني فوت مدام؟ تفضلي بنتي تفضلي، ما رح تاخدي روحي مني، تفضلي بنتي فوتي، تفضلي عادي، تفضلي لهون، كنت عم بسمع الأخبار، تفضلي. شو بتشربي شاي؟ نشرب سوا. ما في داعي، ما تواخذيني، الجو بارد، الشوفاج بيأثر علي، ما بيقبي دمي حديد، ما بشعله لأنه ما بيدفيني بنوب، والدكاترة قالوا لي ما بيصير اشرب شاي، بس أنا رح موت خلص. الله يطول بعمركن أنتو الصغار. أمي تعي عدي، إذا ما بتحبي الشاي بعمل قهوة. أمي تعي عدي، قديش حلو إنه ينادوا النسوان الكبار أمي، هيك الواحد بترتاح نفسيته. أنتي ما بتعرفيني ما هيك؟ ليش نحنا منعرف بعض؟ سامحيني، الأدوية اللي عم باخدها عم تأكل من ذاكرتي. أنا بكون بنتك. لساتك متذكرتيني؟ آه يا ليلى، ما إلي الحق أني أكون واقفة قدامك، ما إلي الحق أطلع بعيونك الحلوة. أنا دعيت لربي أني موت، دعيت لربي أني موت قبل ما تطلعي فيني. ما إجيت لأسمع هذا الحكي، عندي سؤال واحد إليك، انتي كيف تركتيني ورحتي؟ لاني بعرف انك رح تسأليني، هربت منك كل عمري. ما عاد فيكي تهربي هلا، انا ما رح روح قبل ما تجاوبيني على سؤالي.
بدك تجاوبيني على سؤالي. انت كيف قدرتي تتركيني؟ انت مالك ام؟ شو ما في عندك قلب؟ فهميني ليش تركتيني؟ ما سمحوا لي اني موت، كان بدي موت بس ما قدرت. تركيني موت هلا يا بنتي. عم تهربي مرة تانية، عم تهربي مرة تانية. أنا المدعية ليلى تركمان، بعتولي سيارة إسعاف فورا، شارع وردة الربيع، جادة جلال الدين، بيت رقم 9. أمي صباح الخير. تشربوا معنا شيء لبين ما يجهز الفطور؟ منشرب ليش لا؟ شو بتشربوا؟ رح نشرب مثلكم، يلي انتو بتشربوه نحنا كمان بنشربه. اثنين ابني، رح اعرفكن على صديقي العزيز اللي واقف فلاديمير، سيد ياووز ومدامته، عندهم مزرعة خيل بتركيا. يا اهلا وسهلا، تشرفنا بمعرفتك. تفضلوا اقعدوا. كتير منيح. قعدت بتركيا لفترة طويلة ولحد هلأ بتصل مع رفقاتي هنيك. المواصلات باسطنبول سيئة كتير. بتضل أحسن من موسكو، المواصلات بموسكو كارثة. معك حق، الهيئة بتعرف موسكو والمشاكل تبعها، وقدرت تعرف دغري إني من هنيك. من الشكل المرسوم على قداحتك. برافو، عيونك قوية وبتلقط بسرعة، بس أنا مدهوش إنك فهمت الرسمة. نحن قعدنا فترة منيحة بموسكو، وكان الفريق اللي عم يحرسنا رجال أمن سابقين، وكانوا كلهم عندهم نفس القداحة هاي. أنا دربت فرق خاصة للحراسة الشخصية من ألمانيا لموسكو لهولندا، احتمال كبير إنكم بتعرفوا حدا منهم، بس بدي وصيكم المشوار الجاي إنكم ما تعتمدوا على الفرق لتحميكم. ليش بقى؟ لأن هدول ما دربتهم منشان يحملوا الرجال، هدول دربتهم مشان يقتلوا الرجال. صحتكم. 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 فدائي، ما فينا نفوت من هون. إذا قدرنا ندخل مستحيل نقدر نمسك متى ويكون عايش. نحن لازم نضرب عليهم صاروخ، في فوق 40 زلمة يلي واقفين على الباب. عزيز، ما في داعي تتوتر يا ابني، كل شي جوا من أحسن.
شوف منيح أخي، أنت اخترت الزلمة الغلط لتلعب معه، أنا رح ورجيك قيمتك.